أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، أسعد الله أوقاتكم. سنتحدث اليوم في هذه الجزئية عن البند الثاني من الباب الثامن ومن العينات، وهو العينة الاحتمالية. العينة الاحتمالية هي أننا يمكننا أن نحدد لكل وحدة عينة مجتمع الدراسة في الاحتمالات التي يمكن أن تدخل لهذه العينة من فئات المجتمع. ممكن أن نعين وحدات العينة دائما أن تكون متساوية لدخولها في عينة البحث. مثلا توجد هناك 4 أنواع لعينة الاحتمالية: العينة العشوائية البسيطة، والعينة المنتظمة، والعينة الطبقية، والعينة العنقودية. العينة العشوائية البسيطة هي أساس للعينات الاحتمالية، وتدخل في كل أنواع العينات الأخرى، وهي باختصار تعني إعطاء لكل وحدات العينة ضمن مجتمع الدراسة الواحد فرصة متساوية لاحتمال تمثيلها ضمن عينة الدراسة. وأحيانا يمثلون بذلك، مثلا عندما نجري القرعة عن طريق العملة المعدنية، يعني التوس اللي بنسميه احنا ايش، بنمسك القطعة المعدنية وبنعمل زي الفنة هيك، بنلعبها كنا زمان، فبنقول ايش، اختار ملك ولا 10، فبتيجي ايش القرعة عن طريق زي ما في الملاعب في كرة القدم، مين يبدأ قبل مين، مين الفريق اللي على اليمين او اللي على اليسار. أحيانا الاختيار العشوائي البسيط، نضع أرقام معينة أمامك ثم تختار بشكل عشوائي دون أن يتدخل الباحث فيها. مثلا في الفصل الدراسي نجد هناك 5 طلاب في كل فصل دراسي، مثلا نأخذ قوائم الأسماء ونضعها في أوراق وتطوى، ثم نأخذ 5 أرقام عشوائية دون النظر لمن يقع عليهم الاختيار، وهي القرعة بالاختيار، وهي بسيطة جدا، وهذا سبب تسميتها إنه هي قرعة. العينة المنتظمة، تحتوي العينة المنتظمة على اختيار وحدات العينة بطريقة منتظمة. بعد اختيار الوحدة هاي العينة الأولى بطريقة عشوائية، مثلا لنفرض أن الباحث يود أن يأخذ بشكل عام دراسة على مطعم أو مطاعم يكون فيها نوع مثلا من المطاعم هذه الرواد بكثرة على هذه المطاعم، ويريد أن يتعرف على الاتجاهات والآراء لهؤلاء الأفراد رواد المطاعم اللي هم أفراد العينة أو مجتمع الدراسة. فتأخذ مثلا الساعة 5 سنبدأ الاختيار، ومن ثم كلما دخل علي واحد مثلا من الزبائن أجعله عينة اختيار للباحث. هنا لا يتدخل في العملية، بل الباحث فقط يضع الوقت المعين للاختيار، يعني مثلا الساعة 5 بدي اختار، الساعة 7 بدي اختار، وانا قاعد في المطعم بدي اختار من الناس عشوائي حتى اني استطلع ارائهم حول خدمات المطعم والطعام والجودة وهكذا، وهذا ما يسمى بالعينة المنتظمة. العينة الطبقية، تستخدم العينة الطبقية من أجل ضمان تمثيل مختلف مجتمع المستويات في مجتمع البحث أو مجموع المجموعات كلها في عينة الدراسة. العينة الطبقية هنا تقلل هذه العينة الطبقية من احتمالات الإبقاء بشكل كبير. الفكرة الأساسية وراء العينة الطبقية هنا زيادة المعلومات المتوفرة على مجتمع الدراسة، ونستخدمها إلى تقسيم هؤلاء الفئة من الناس إلى مجموعات تشترك في الخصائص. لو فرضنا مثلا في دراسة معينة أنه إحنا أخذنا المجتمع الأمريكي يوجد به طبقات البيض والسود إلى آخر، والمجتمع مثلا العربي يوجد فيه البدوي والمدني والحضري والمهاجر والناس المتزوجون من دول أخرى وهكذا. تقسيم مجتمع الدراسة، كيف نقسم مجتمع الدراسة؟ مثلا سنأخذ 700,000 من مجتمع الدراسة، قد يكون أكثر عينة الطبقية. مثلا لو أخذنا عينة طبقية فيما يتعلق بطلاب المرحلة الإعدادية أو الابتدائية والثانوية، مثلا الطبقية يحاول الباحث أن يكون أو أن يكون عينة الدراسة تكون متجانسة مع قضية معينة يتعلق مثلا بعدد الطلاب في المرحلة المتوسطة والابتدائية والثانوية، كما أشرنا إلى
مثلا أن يكون حذر من تقسيم مجتمع الدراسة إلى مجتمعات كثيرة، لأن هذا يسيء من حجم العينة ومصداقية النتائج. يفضل أن يكون الباحث عند وضع فئات المجتمع أن يحرص على إيش؟ أن لا يكثر من أفراد المجتمع. يفضل أن تكون العينة تمثل مجتمع الدراسة، ويحذر هنا من قضية تقسيم مجتمع الدراسة إلى مجتمعات كثيرة زي ما حكينا، لأن هذا بيزيد من حجم العينة في الغالب. وفي العينة الطبقية مثلا نحتاج إلى التعرف على مجتمع الدراسة بشكل عام، مثلا الإحصاء الرسمي لمجتمع الدراسة. العينة الطبقية بتشمل الذكور والإناث، وبيتطلب أنه يتعرف على عدد السكان في مجتمع الدراسة. العينة العنقودية تستخدم في الدراسات ذات المستوى الأكبر، لأنها الأقل دقة، وتشمل أو تشتمل على اختيار مجموعات أخرى تعرف بالعناقيد، ثم يتم اختيار وحدات العينة من تل هذه العناقيد أو من هذه العناقيد، والعناقيد التي يتم اختيارها عن طريق العينة العشوائية البسيطة أو الطبقية بهذه الطريقة. هذا واعتمادا على مشكلة الدراسة وما يتعلق بمشكلة الدراسة، يمكن إدخال كل وحدات العينة أن تكون من ضمن عينة الدراسة، أو يمكن أن تختار المجتمع ككل. لو أخذنا مثلا المدارس، المدرسة بشكل عام تكون عدة فصول، أو نفترض أنه كل مرحلة من مراحل الدراسة، المرحلة تكون مثلا عدد من الفصول. فالعينة العنقودية مثلا نحاول أن نجعل التي تطبق مثلا على المرحلة الثانوية في مدينة الرياض مثلا، أو مدينة مكة أو جدة، من خلال مثلا الطلبة الذي مثلا الطلبة التي يدرسون في مدينة الرياض مثلا من العينة، ومن ثم اختيار عينة عنقودية في مكان آخر. يتطلب أولا على عدد المدارس الثانوية في مدارس الرياض أو جدة أو مكة أو غزة أو أي مكان، ثم لكل مدرسة كم عدد الطلاب في كل مرحلة، ثم لكل مرحلة كم يكون لديك معرفة في عدد الفصول، وهكذا. هذه هي العينة العنقودية، يعني المنطقة كم مدرسة، والمدرسة كم فصل أو كم مرحلة، والمرحلة كم فصل، والفصل كم طالب، والطلبة مين ذكور ومين إناث، وهكذا.